الحقيقة كان عام 2023 في حدث مهم جدا كنا لازم نتوقف عنده، وهو إعلان مصر خالية من فيروس السي بعد طبعا مبادرة رئاسية كان ليها مفعول السحر الحقيقة بشكل أو بآخر للقضاء على هذا الفيروس اللي مصر كانت بتشكل فيه أعلى النسب العالمية على الإطلاق. ده كمان كان بالتوازي مع عدد من المبادرات الصحية اللي كنا محتاجينها بشدة، أولا لعمل خريطة صحية للمصريين على مستوى الجمهورية، ثانيا لدعم الفئات الأولى بالرعاية والاحتياج. عشان كده كان في مجموعة مختلفة من المبادرات اللي كملت معانا، منها المبادرات المتعلقة بالعيون للأطفال، منها المبادرات المتعلقة بالقوقعة للأذن، منها المبادرات المتعلقة بسرطان الثدي والكشف المبكر، ودي واحدة من أهم المبادرات نظرا برضو للنسب الكبيرة في مصر. فإن شاء الله تستمر معنا كتير من هذه المبادرات، خاصة طبعا في ظرف اقتصادي ضاغط وملح. خلونا نشوف يمكن التقرير ده عن أهم المبادرات الصحية اللي استفاد منها المصريين، وإيه المرشح كمان للاستكمال معانا في 2024. تطوراً مستمراً شهدته المبادرات الرئاسية للصحة العامة في مختلف محافظات الجمهورية خلال العام الحالي للارتقاء بصحة المواطن المصري من خلال مبادرة 100 مليون صحة، التي تفرعت عنها مبادرات عدة في مجالات الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع ومنع قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، والكشف المبكر عن فيروس سي، والعناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، كما تشمل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديث الولادة بالحضانات، ودعم صحة المرأة، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف عن سرطان الكبد. وحتى الآن تم تقديم 54 مليون و 806 آلاف وأربعة خدمات طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها في 25 من يونيو الماضي في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد عمل الحملة. وشهد العام الحالي تسليم منظمة الصحة العالمية مصر شهادة خلوها من فيروس سي كأول دولة في العالم قضت وهزمت فيروس سي، لتنتقل مصر من نقطة حمراء على خريطة معدلات الإصابة بالفيروسات الكبدية العالمية إلى بلد خالية من المرض بفضل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي. الاهتمام الرئاسي امتد أيضا لملف العلاج على نفقة الدولة، الذي شهد تيسيرات وإسراع استخراج قرارات العلاج لغير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي، كما أدرجت وزارة الصحة والسكان أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتحديث بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، وتطوير أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر بعد أن كانت متاحة فقط في القطاع الخاص من خلال إرسال العينات للخارج.